بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. لا لا مش بياي، تبغى نقوم مسلح الحرامي ده. لا لا مش بياي، نصيبة شوي بس لو ما مرقت نقول جبان، ولو مرقت مشكلة. هسي الحرامي ده لو ضربوه مشكلة، ندخل في تحقيق وسين وجيم وبوليس ومحاكم، وانا مالي مال ده كله. طيب يعني لو ناس الحين دي كلهم ما قبضوا، انت يا موسى ماشي تقبض ولا مالي؟ الحلة دي كلها مرقت وراه. أنا كنت قايل رقبتي حلمان، تصور ما قايله حرامي جد. معقول يا موسى الكواريك دي كلها ما سمعتها؟ ما قلت لك قايله حلم، ما قايله حرامي جد. جد كده حرامي؟ حرامي بالجد، وسلمناه للشرطة. هاويكم كمان ضربتوه ولا عوقتوه ولا حصل له حاجة، كان بكرة تجيبوا لنا مشاكل. هو ذاته ولا حوجنا، مجرد ما حاصرناه واستسلم. بالمناسبة كان داري تلف في بيتك. في بيتي؟ اسمع طيب، هسع ده كان لو كان تلف في بيتي وانا قمت عوقته ولا حاجه ما يجيب لي مشكله ولا مصيبه؟ ما تعوي، وكان عوقته يعني زول تلف لك في بيتك، واحتماله ذاته لو لقى طريقه يعوي ما يتعوق. يتعوق؟ يتعوق عشان برا زين كان اخش في مشاكل؟ مشاكل؟ موسى
والله العظيم انت بجد افترض تشوف لك طبيب نفسي والله العظيم. مالك جنيت انا؟ لا فقدت المروة. بعدين تعال انت شنو شابكني انا مطع مشاكل مطع مشاكل حسع زي دي مشاكل مشاكل تساعد زول ولا تجيب لي زول تدخل في سين وجين وتبقى في التخارج اسعني انا يا اخي انزل قلت لك انزل إن شاء الله ما تنفع بركة سيدي البركة في ريحتك يا موسى أسألني أنا يا أخي معقول تاني أنا ألقى لي زول واقف في الشارع أشيله يعني تحصل قصة حكيتها لي دي حصلت لي؟ لا هي ما حصلت لي لكن وارد جدا تحصل لي لو أنا أصلا بشيل أي زول واقف في الشارع ساكن يا أخي دي ما قاعدة دي ولكل قاعدة شواذ ما المصيبة إنك ما تلين في القاعدة تلين في الشواذ ده يعني معناها يا موسى بفهمك المنقوص ده ما في اي زول يعمل حاجه لاي زول اسالني انا يا اخي اسي حراميكم العاجبكم وقبضتوه وسلمتوه للشرطه ده ماله مش جايز يكون مسلح مسلح يعني بسكين ولا عكاز ولا ساطور مثلا انت من زمان الحراميه بيشيلوا سكين وفرار وساطور اسالني انا يا اخي والله انت ما عارف حاجه ثالثه والله انت ما عارف حاجه ويؤسفني اقول لك انك انت زول خيالك مريض وموسوس وافكارك سينمائيه امريكيه ليس الا يا اخي انت مالكم الحرام ومال غيره بعدين تسالكم كلكم حرام وتقدروا تخلف يا اخي تخلف كونه اننا نحافظ على امن وسلامه حيرة تخلف عشان خيالك المريض ده وافكارك بيصور لك انه في حرام عنده رشاش يا اخي قول ما عنده رشاش عنده نشاب بس تسافله حرام من الشاب عواقب الشلاله وانك تتحشر في اشياء ما تخصك؟ حاجه زي دي ما بتخصني يا موسى؟ كوني اقيف مع الناس واساعدهم دي ما بتخصني؟ عشان اوهامك دي الناس ما تساعد الناس؟ تساعد الناس شرا تجني. عندك حراميكم العاجبكم ده. الحرامي اتجننكم وغلبكم ده. خلوه علينا. اكتب you
وقاعدة ومحاكم وبعد ده دية. حس على الكلام ده كله عشان حرامي؟ والحرامي ده هنا فيصل؟ والله العظيم بصراحة كده يا موسى أنت زول ما طبيعي. أنا ما طبيعي ولا أنتم ما طبيعيين؟ إذا حراميكم ده مثلا موسى يا موسى موسى ما جننتنا بالحرامي ده جن؟ ما عشان أوريك أفرض دفعت الدية وتساوت المسألة قال الموضوع خلاص انتهى على كده؟ ويعني حيحصل شنو تاني بعد؟ والله أنت ما عارف حاجة ساكت. أسألني أنا يا أخي. معقول الحرامي قتلته؟ هما بيتكسروا زي الأمير زي الجراثيم. وموقف قلبي فوق طب يجيك شبح الحرامي يا موسى والبعيد شي يجيك بعات الحرامي يا موسى وايه الغريب في كده يؤسفني يا موسى اقول لك انك ما نصيح وبكل ود وادب وذوق بقول لك انت فعلا محتاج لطبيب نفسي المره دي بعاتي وبعد شويه طقع في الشوارع وتاني ما معروفه ليحصل شنو بس انت لانك ما متخيل الحرامية وحيلهم وهم ممكن يجوك في ألف طريقة انت لأنه خيالك ما خصي ما تفتكر انه حكاية الشبح دي وبس البعض شنو يكون عنده توم شنو؟ توأم اي توم انت تاني؟ انا توم وجيت التقم يا تومي؟ اسألني انا خيرا تعمل شرا تحصد يعني حس خيالك وقصصك الأمريكية دي كلها عشان تثبت وتبرر بيها وتقنع بيها نفسك إنه الزول ما في داعي يقف مع الناس؟ أنا ما محتاج أبرر لنفسي ولا أقنع لأنه أنا أصلاً مقتنع سلفاً إنه الناس ديل ما يجيك منهم إلا الشر لو كان منطقك المايل ذا منطق أي زول كان على الدنيا والبلد دي السلام والله أنت حر والناس حرين في مفاهيمهم بس لكن أعرف إنه كل ما تقرب من الناس تكتر مشاكلك تبعد من الناس تقيل مشاكلك خلاص كنت ما عاجبك كده أشتري لك جزيرة في نص البحر وعيش في أبراك روحي شديد عليها الناس تبقى عليها روحها كل شاتها معلقة من عصبك عشان كده تعرف أنا أبي تعرس براي على روحي ابتدي ها والعقل في راسه يعرف خلاص أسألني أنا المسائل زي دي سين وجيم وشفتوا كيف ولقيتوا وين وحاجات تانية كتير يا أخي حس أنا اللي حصل لي شنو الراجل شنو دهنا المستشفى وفحصوا عليه وطلع الحمد لله ربنا لطف والعربية ذات ضربته وقبضوها لأنه في زول وصف لهم العربية أنا شفتني ورد العربية طبعا دي مسؤوليات أنا ما بقدر عليها يا أخي أنا بخاف منها عديل كده أنا ما بقدر أخش في مشاكل يا موسى أنت قصتك شنو مشكلتك في الدنيا دي شنو انت ما سوداني يعني لازم اتدرع على المشاكل عشان اكون سوداني انت شنو شابك نيجي نيجي المشاكل وما بريد المشاكل حس المشاكل وين ده موضوع بسيط جدا انه يكون عندك نخوه وشهامه وشجاعه وساعد الناس ويساعدوك لا يساعدوني لا اساعدهم لا يشبكوا فيه لا اشبك فيهم ابعد من الشر وغني لي عشان كده قاعد براك في البيت زي الشيطان لا اهل لا زوجه لا جنة لا تنى حس يوم واحد شفتني انا قاعد في الشارع قدام البيت ده خدت لي كرسي مصنقل فيه زي الناس ده كله عشان ما اشوف لي مصيبه في بلدكم كلها مشاكل دي وبعدين ادخل في سين وجيم ويجيبوني شهود كمان طيب مالو
الشهادة في الحق واجب ومسؤولية، وده حق الناس عليه. انت عارف في قضايا كثيرة جدا الشهود فيها يتحولوا لمتهمين واعدموا كمان. بالله الله يا موسى عليك كنز جبني ما حصل قبل كده. ده ما جبن، ده اسمه حرص. مضاربة المؤمن على نفسه حسنة. انت اقعد تضحك لي كده يومنا وانت تلقى رقبتك في حبل المشنقة. والله المشنقة لو في مساعدة الناس وشان الناس مرحب بها. فيصل انت الزول الوحيد الصاحبي في الحلة دي، ما تخلينا غير رأيي فيك. انا كده زول منظم ومرتب وحياتي ماشي عديل كده. انا امشي. اوكي. لكن طريقتك دي في الحياة ما بتقول انك سوداني. سوداني وسوداني متحضر زي الخواجات، يعني لا زول تكون في حياتي ولا اخش في حياة زول. يعني حس الخواجات اللي عايبينك دي خلاص عيشتهم سمحة وعيبانة ولا هم نموذج ومثال لين؟ خواجات قال. حس الراجل اللي يتعوق في الحادث ده لو لا قدر الله مات انت هتدخل في سين وجيم، وبعدين هتتذكر كلامي ده كويس. والله كلامك ده لو كان تذكرته ذاته ما منه فايده. تذكرته ما تذكرته كلام ده ما منه فايده. خلينا من الجماعه دي. بكره اجتماع ترقيات. متذكر وعارفه، لكن فايلات الناس دي كلها ناقصه وابراهيم مثلا فايل بتاعه ما فيه شهاده بتاعت ميلاد. هاشم شهاده الجامعه ما جايبها. فيصل دمنتي تيما السعدية بنت عمك خليل ما شفتها قبل كده؟ زوجة؟ لا، ولو قلت لي عايزة ده يكون أسعد يوم في الدنيا. هزول أصلا ما يسأل؟ أول مرة أسأل عن حاجة في الحلة دي، عايز تندمني على سؤالي؟ طيب سألتني منها ليه؟ ساكت يا أخي بس عايز أعرف. طيب السلام عليكم. أول مرة يا موسى يجيك إحساس سيدة، أول مرة تشعر بشعور زي ده وتختبره. يا ربي دل من أول نظرة اللي بيقولوه. بعد الزمن ده كله يا موسى، السنين دي كلها تضاير في نفسك، فجأة تقع جنس الوقعة دي. لكن هيما دخلت فيني زي النسمة، زي البرق القبلي أشياء السحاب، زي قوس قزح شاي ألوان أصفر أحمر أزرق، زي غزالة شاردة من الصيادين. نافرة نافرة يا موسى نافرة. الله، انت بقيت شاعر وكمان ولهان يا موسى. لكن كانت وين من زمان بدي وليه انا ما شفتها؟ ما فات شيء يا موسى، لكن نبدأ من وين وكيف؟ وانت ما بتعرف أي زول في الحي ده غير فيصل. أيوة فيصل. موسى انت عايز البيت دي قول لي الكلام ده حسا. أنا أمشي لعم خليل واتكلم معه بالسرعة دي. لكن ما يمكن يعني يمكن شنو؟ يمكن تكون ما عايزاني ولا مخطوبة ولا أي حاجة بالشكل ده. لا أطمئن ما مخطوبة. أي نعم اتزوجت قبل كده وبعد سنة انفصلت من زوجها. ما مشكلة، ما الحكاية قسمة ونصيب. بعدين ما بيعيبها في شيء. أما قصة ما عايزاك دي ما بنقدر نعرفها حسا إلا أنت تلاقيها في الأول. أنا يعني لا أنا ألاقيها في الأول. تتعرف عليها؟ كمان دي فيها شهود ولا محاكم ولا غيره؟ يعني قبل ما الاقيها ممكن اعرف حاجه؟ شو؟ هي انفصلت من زوجها ليه؟ والله يا اخي البيوت اسرار ما اعرف وما عايز اعرف. كل اللي بعرفه انها بيت كويسه وبتناس. طيب ممكن تخلي الصديقه مرتك
تسألها لي؟ آه يعني قصدك إذا بتقبل بيك ولا ما بتقبل؟ مش جاي الزوجة اكتشف إنها في عصابة ولا كده؟ فيصل 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 فيصل، أنت معقد ولا شو؟ فيصل فيصل أنا أضمن كيف يعني؟ هسه أنا قلت حاجة غلط؟ أفرض عندها سوابق، أنا عارف كيف يعني؟ نعم هي عجبتني، لكن ما يمكن تعمل لها صبغة ولا تكب لها سم في القهوة ولا ألقاها ما يدوا يتهموني بكتلة. لحد ما أثبت براءتي تكون القيامة قامت. الفايلات دي مستوفية كلها شروط التربية. خلاص امشي الاجتماع. نمشي الاجتماع. فيصل. ايوه موسى. اقعد. اسمع. ما سألت لي سعدي انفصلت من زوجها لي؟ ما انفصلت مني. أول حاجة قتلته، وبعدين قطعته حتت صغار وخطته في شوال ورمته في الكوشة. كده كويس معاك؟ ما حتى جلدك نستضيف بك. ان شاء الله تكون فرمته برضه عايزة. وشوف تاني لو احتاج لك يا محك. الأول يا موسى أعرف بيتهم، وبعد ذاك اتحرى بلا فيصل بلا لمة. يا عمو ست ساكن في البدك؟ يا ولدي مشي مشي العب لعبك، ما عندك ادب انت يا عمو. كنت تعال سعدية؟ سعدية في عينك؟ سعدية دي منو؟ سعدية بالجد خليل سيد الطاحونة. ليش هالشافع ده؟ أنا كان مالي ومالي سعدية ولا زفت. سيبوني هناك منظري كان يكون شنو؟ يكون كتر يا ربي. أنت كنت خاطي يا موسى لما كنت ما داير تعرس. يا الله مرقك منها، لكن تاني امشي الشمسم وتطفس. الله يغيظك يا فيصل. مريم مريم مريم
بريء 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 حظك يا بريء بريء حظك يا بريء بريء حظك يا بريء 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 كثر الظلم وفتنا مع الظلام بريء لازم تقولوا الذي امبارح تخليني لغاية الساعة 5 قاعد في المكتب. أنا افتكرتك مشيت مشوار وجاي. مشيت وين؟ يا موسى هاي شارد وين؟ امبارح تخليني في المكتب وتمشي مشيت وين؟ مشيت لي مشوار كده وبس دخرت فيه شوية. طبعا كعادتك أكيد بتكون ما عارف الحصل في الحلة امبارح شنو؟ الحصل شنو؟ أنت عارف أنا حذر جدا من الحياة اللي بتحصل في الحلة دي. ما كنت عارف الحصل شنو؟ لقوا واحد مقتول في الشارع. هو قتله منو؟ يا زلمه بسم الله اصله قتلته انت؟ وما عارف قتله منو؟ ما تعرف والله للاسف. لكن قبضوا كم زول في الشارع داك؟ واول زول قبضوه عم خليل بتاع الطاحونه لانه لقوا الراجل مقتول قدام طاحونه. عم خليل ابو سعديه؟ بس الحلة دي أصلاً تيجي منهم خير. بس ترسل الله. فيصل فيش موسى يوم الزول ده قتلوه أنت كنت في شارع ناس سعدية بنت عمك خليل؟ أنا؟ القال منو؟ خالد ودى الباغر. خالد منو؟ طفل صغير ودى الباغر العربجي. أنا والله ممكن ندخل جوا؟ الولد أظنه حكى لأهله اللي شافه والحصل كله، وأهله حكوا لي أنا لأني صاحبك الوحيد في الحلة دي. والولد تعرف كيف إنه ده أنا؟ أيوة وصفك وصف عربيتك. ممكن ده زول تاني. زول تاني؟ سامح ده كله خليه. اللي كان واقف هناك ده أنت ولا ما أنت؟ ما أنا. موسى الناس قالوا لي أي أتأكد منك قبال ما يبلغوا البوليس. لكن يا فيصل يا اخي كيف بس؟ انا بوديني الشارع داك ذاته شنو؟ بتوديك سعديه. الولد قال شافك موقف عربيتك هناك وبتعاين لسعديه. شافي عبد الله لا كسبه. انا مين شفته قلب ابا؟ انت يا موسى كان واقف هناك ولا ما انت؟ هنا. ويعني شنو؟ يعني شنو؟ الشارع بتاع ناس عمك خليل ده نص ناس وقاعدين حسع في الحراسة، وانت الزول الوحيد اللي شاف الكاتل ده وعارف وصفه، تقول لي يعني شنو؟ أنا جيت مرة بهناك بالصدفة، لكن في الوقت ده ما في أي حاجة حصلت. ما في أي حاجة حصلت؟ الولد قال الناس ديل جو جارين بجنبكم، الكاتل والمقتول. وانت لما شفتهم وشفته بيضرب فيه دورت عربيتك سريع وقمت جاري وهو جرى دخل بيتي. ايوه جمارين بجنبنا، لكن انا لا شفتهم لا فكرت لهم. بصراحه انا كنت داير به سعدية. اها سعدية دي هسه ابوها المتهم الاول لانه المقتول اللي هو واقع قدام طاحون. ده ولد كذاب والبوليس ما حيصدق. البوليس لو ما صدقهم حيصدقك انت بعد توصف لهم الكاتل. انا موسى تتطوع وتمشي وراك للبوليس ولا البوليس يجي يسوقك من البيت؟ فيصل يا اخي
الموضوع ده خليه بيني وبينك. يعني شنو؟ يعني لا انا شفتها لا انت عارف حالي. قول انا بقيت جبان زيك كده وسكتت، اهل الولد ده بيسكتوا؟ يعني انا شنو؟ انا اطير وين؟ انا اطير وين؟ ايوه تطير، لكن تطير وين؟ تطير للنقطة وتحكي للبوليس الحاصل شو؟ فيصل، أنت عارف أنا ما بدور المشاكل ولا المحاكم. تريد ولا ما تريد دي أرواح ناس ومصائر ناس وحلها في يدك. بس أنا لكن أقعد 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 أقعد. أنت عارف بشهادة الطفل ده ممكن تعتبر متواطي معاه لأنه كنت في مكان الجريمة. ممكن تعتبر شريكه في الجريمة دي. أنا؟ أنا بديك فرصة لغاية الصباح بس لأني صاحبك وعايز مصلحتك. السلام عليكم. فيصل 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 فيصل. دي ورطة شنو يا موسى؟ من دون النسوان قلبي اختارها وامشي معه شو وراها لحد ما اصل بيتهم اقتلوا زول قدام عيني واكون انا الشاهد الوحيد ويشوفني شارع مفروض زي ده. الله خسى فيك بركه يا خالد وقت الباقر. هسه حتقعد تحوم كده لمتين يا موسى. لازم اشوف لي حته انوم فيها لحد موعد البص. البطاقه والجواز لو سمحت. الظاهر نسيتهم في البيت في بور السودان. معلش يا ابن العم، القوانين ما بتسمح لنا ننزل اي نزيل بدون هويه او اوراق ثبوتيه. بس ابيت ليله واحده بس وبكره بسافر. حتى لو ساعه واحده ما في طريقه والله. معلش بعدين يا موسى، ده مصيبه شنو دي؟ طول عمرك حريص وحذر وبعيد من الناس والمشاكل، اخر المخيرة تبيت في الشارع. محكمة ابو شنقو يا موسى، ابو شنقو. سعدي اصبري، السبب معافية لك، معافية لك، السبب معافية لك يا موسى، معافية لك حق ابوي. سعدية 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 الله لا تريحك يا سعدية. موسى الحكم على القسم يا فيصل. حس انت بترجف كده مالك؟ يا اخي برجف مالك؟ اثبت يا اخي اثبت شويه اثبت. يعني حس على الحصه شنو؟ ما حصلت لك اي حاجه، بمجرد ما انت وصفت لهم القاتل ده هم عرفوا
لأنه عنده سوابق وعنده فيش عنده. والله دي ذرة أصلا ما حصلت لي قبل كده. تعرف أنا ما كنت أسوق المسألة بالسهولة دي. وأسهل مما يكون كده. أنت يا موسى بدون ما تخسر أي شيء ساعدت عم خليل وساعدت الجماعة اللي مسكوه معهم وساعدت سعدية. أنا ما عارفة أشكرك كيف يا موسى. أنا ما عملت أي حاجة، ده أبسط حاجة الواحد يعملها. والله لولا شهادتك ما عارفة أبوي كان حيحصل له شنو. ما حيحصل أي حاجة ما دامت أنا كنت موجود وشفت القاتل وعرفته وشهدته. ما حيحصل له أي حاجة. ده الواجب، هو النخوة والشهامة والمروءة انعدمت في البلد دي. الغريبة طرحت عكس الكلام اللي بيقولوا عنك. وناس الحي بيقولوا عني شنو؟ إنك انطوائي وما بتحب تساعد الناس. بس لأنه ما بعرف موسى شنو، اللي ما بيعرفك يتشلك. فعلا نحن حنتابع إجراءات إطلاق سراح أبوي والجماعة اللي معاه. عن إذنك. سعدية. سعدية؟ أيوة. ممكن أسألك سؤال؟ أنت تأمر يا موسى. أنت انفصلت عن زوجك السابق ليه؟ والله الحقيقة ما انفصلت عنه. يعني حصل شنو؟ مسافر؟ لا ما مسافر، بس قتلته وقطعته وخديته في الشوال ورميته في الكوشة. ما قلت لك حيطردني؟ انا عارفه حيطردني. ها موسى؟ فيش وين موسى؟ موسى موسى الله الولد ودى الباغر، ودى الباغر حيضربه اكيد حيضربه. ليه عمل له شنو يضربه؟ يا موسى انزل افتح له الباب دقيقه. يا موسى موسى لا لا يا موسى. انت الطبيب النفسي، انا كنت من زمان بفتش ليه. Get down.